5 سنين طيب خلينا نقول الو كده. الو الو كابتن سيد صابر، رئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي الاهلي، اهلا بك يا كابتن سيد. ازيك كابتن هيثم، عامل ايه يا كابتن هيثم؟ الف يوم مبروك، فوز رائع، فوز جميل، وان شاء الله يكلل طبعا مجهودك ده بالفوز النهارده كمان، او احنا فزنا خلاص، بس طبعا دوري المرتبط للسيدات، ويبقى يعني ان شاء الله يبقى ختام حلو لدوري المرتبط رجال وسيدات ان شاء الله. ده بمجهود الناس اللي شغاله معاك. اسلام مدرب محترم جدا، وانا من الناس اللي بثق فيه جدا، ولتاني سنه انا بحطه معايا في مرتبط، لانه عارف ان هو مدرب يقدر يشيل فرقه زي دي ويقدر معاها شغل جامد. السنه اللي فاتت كمان 16 تحت المرتبط، السنه دي اعتقد انه معايا في 18 في المرتبط. مجموعه لعيبه رجاله ومعاهم مدرب قدير، واحنا بنقدم له كل الدعم علشان ان شاء الله ينجح كمان وكمان. يعني يا كابتن حضرتك في بدايه الموسم، يمكن السنه اللي فاتت برضو كابتن اسلام هو اللي كان ماسك المرتبط بثقه من حضرتك، والنهارده كمان حضرتك قلت السنه دي بثقه من حضرتك برضو، يعني وكلته فريق المرتبط، يمكن ده بيدل الحمد لله ان احنا عندنا كوادر. يعني يمكن بعد احمد الجرحي بعد ما اتجه للفريق الاول، فالناس قالت لا ده يمكن يكون هيبقى عندنا مشكله، احمد الجرحي وكان عامل شغل كويس جدا في قطاع الناشئين، ولكن حضرتك النهارده بتعيد اكتشاف كابتن اسلام وتقدمه للناس على اساس ان هو مدير فني قدير في المراحل السنيه المرتبط. يعني بس السنه اللي فاتت احنا كان اول سنه امسك مدير قطاع الناشئين والناشئات، كنت انا مسؤول عن الناشئات بس. فاول ما جيت السنه اللي فاتت قعدت مع كابتن اشرف توفيق، كابتن اشرف توفيق كان المدير الفني للرجال، وكان الكابتن اسلام معاه مدرب مساعد. فانا كلمت معاه وقلت له ان اسلام يعني في حته مدرب مساعد ديت هو طبعا بيفكه، لكن احنا عايزين الولد يعني الشاب دوت والمدرب الجميل دوت لازم نديله فرص تحت، انه مدرب عالي جدا. وفعلا تفاهم اشرف، كابتن اشرف توفيق فاهم معايا في الموضوع دوت، والحمد لله من السنه اللي فاتت احنا بنحاول نحطه في المرتبط كل سنه. وانا سمعت يا كابتن ان حضرتك برضه بتعمل روتيشن للعيبه، لان فسامع فريق برضه يوسف فيه لعيبه مصعده مع 20 سنه على حسب الاحتياج المراكز، وحضرتك بتنور بيهم سواء في الدرجه الاولى، يعني بيتم استعانة بيهم في الدرجه الاولى و20 سنه، يعني حضرتك بتحاول في فتره قصيره تكسب اللعيبه مزيد من المهارات والخبرات. يعني احنا حظنا كويس ان احنا معانا مجموعه من لاعبين من اول 16 سنه و18 سنه و20 سنه، فالمجموعه اللعيبه الكويسه ديت. يعني انا دايما بقول للناس ان احنا السنه الجايه هنقعد حوالي سنتين ثلاثه ان شاء الله، مش هنحتاج ان احنا نجيب لعيبه من بره. فاحنا بندي الخبرات للعيب ان هو يبقى تحت 18 سنه لاعب و20 في فرصه، مثلا جوست بياخدهم معاه في الدرجه الاولى، يضحك جدا ناخدهم معاه في الدرجه الاولى، ودي الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا نحاول نكسب في الناشئين ونحاول نصعد لعيبه للدرجه الاولى. حقيقه كابتن سيد من كل قلبي الف مبروك، وربنا دايما يكلل مجهودك بتاع، انت حضرتك مخلص وحضرتك من الناس اللي شغاله الحقيقه، لما كل ما اروح النادي الاهلي عليك في الملعب واقف بتمرن العيال وتوجههم، فالحقيقه انا بقول لك الف مليون مبروك، وربنا يا رب يزيدك نجاح ونجاح يا كابتن سيد. يا حبيبي كلنا في خدمه النادي الاهلي في اي مكان، وده الاساس بتاعنا ان احنا عايزين نعلي شان النادي الاهلي، ومتشكر على الكلام الجميل اللي انت قلته. لا ده حقك كابتن سيد صابر، رئيس قطاع الناشئين والناشئات بنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك.